السلام عليكم. ازيك شباب؟ اللي سامع الدكتور محمد شريف جاي، طبعا الناس جايه بتتسابق انها تيجي. الدكتور محمد يعني انا مش محتاج ان انا اقدمه. الدكتور محمد بشرف دايما ان انا اقول انه ابويا واستاذي ومعلمي، واللي فعلا ما اتعلمش على ايد دكتور محمد فعلا فاته كتير قوي قوي. دكتور محمد استشاري كبير من الناس اللي لسه مستلمه، حتى لو ما شافتوش اكيد سمعت عنه. استشاري من الناس اللي بنشرف بشبرها، كان موجود معانا من ساعه ما استلمنا لحد يوم المعاش. دكتور محمد كان موجود في المستشفى وفي العياده وفي عنبره وشغال. دكتور محمد من الناس الكلينيشنز القويه جدا جدا، مش بس على مستوانا ولا على مستوى اسكندريه، يمكن على مستوى مصر كلها، اللي بنشرف بيه في اي حته يقولوا لنا انتوا جايين من اسكندريه من عند دكتور محمد شريف سلموا لنا عليه. ولحد دلوقتي والله يا دكتور محمد اي حد بيجي لي حتى في العياده اقول له شروشات دكتور محمد ده فوق راسي، ده استاذي، وبعدين نتكلم نقول اي حاجه. النهارده بيشرفنا وبنشكره على الدعوه الكريمه ان هو جالنا ان شاء الله باذن الله في المحاضره النهارده. والله مش قادر اقول ولا اقدم اكتر من كده غير كلنا اذانا صاغيه. محمد. اولا بتبرأ من كل اللي قاله. لان انتوا عارفين محاضراتنا كلها بقول كل مره اهو من اولها بنخرف، يعني ايه كل ما تطلع حته نطلع حته على جنب. عشان كده بقول ايه، اي حد في النص مش لاقي حاجه فاهمها يكملها، يقول لي على طول، يقاطعني على طول، مفيش حاجه اسمها ايه، احنا زملاء مع بعض. موضوع المحاضره النهارده ايه؟ ده كلام كبير جدا جدا، ده عامل لي موضوع كبير قوي. هو احنا كنا مش عاملين سلسله محاضرات الكتاب، عملنا كام محاضره؟ خمسه؟ خمسه. ودي السادسه؟ دي السادسه. المفروض دي بتاع بقى الاكتئاب. بس طبعا في الاكتئاب في احنا قلنا اول حاجه معالجه الضغوط والتعايش معاها، وخدناها دي في اول العلاج. بعد كده بقى المهارات الاجتماعيه، المكتئبين مهاراتهم الاجتماعيه دايما قليله كتير قوي عشان كسلهم وخمولهم وانعزالهم، وطبعا عندهم اضطرابات انفعاليه، متوترين، فهنعمل لهم استرخاء، يبقى هنعلمهم مهارات اجتماعيه واسترخاء، وقلنا معالجه الضغوط، وبعد كده حاجات كتيره جدا. فده جزء من المحاضره. طبعا عشان نتكلم بقى عن الاسترخاء في الاكتئاب لازم نعمل مقدمه الاول للاسترخاء. الاسترخاء موضوع كبير جدا جدا، له كلام كبير قوي. اولا الاسترخاء اللي هو كتب الدكتور حسين بقى كلمه كبيره قوي، كاتب ايه؟ تكنيكس وبروتوكول. ده كلام كبير جدا. الكلام الحقيقي اللي مكتوب بقى في الكتب هيكون المره الجايه ان شاء الله. بس انا عايز اقول النهارده يعني استرخاء. كل الناس بتتكلم استرخاء، انا عايز اتكلم الكلام البلدي. الناس بتسترخي ليه؟ انا عايز بس من الاول حاجه، عايز اقول كلمه اسمها اضطرابات الانفعاليه. يعني ايه اضطرابات انفعاليه؟ خلي المحاضره يعني ايه انتراكتيف. يعني اضطرابات انفعاليه يعني ايه؟ الامراض النفسيه اللي هي النيروتيك، النيروزز كلها هي اضطرابات انفعاليه، عشان نوحد الكلام اللي نتكلم عليه. اي اضطراب انفعالي بيصحبه دايما شده في شده العضلات. الواحد الناس اللي عندهم اضطرابات انفعاليه عندهم القلق، التوقع عنده امتحان، بعد الامتحان يخرج اكن دراعه بيوجعه. كل اضطرابات انفعاليه، الفوبيا، الانكزايتي، الدبريشن، ايا كان نوعها بيتبعها انقباض شديد في العضلات. الانقباض الشديد في العضلات ده عباره عن ايه؟ ده حاجه عضويه معاها حاجه عقليه، ان انا عندي انفعال في دماغي، يا اما مكتئب يا زهقان يا زعلان يا متضايق. وفي نفس الوقت تخيلاتي ايه؟ داخل امتحان ومش مذاكر، او انا عندي فوبيا الامتحانات، او انكزايتي بيرفورمانس، او اي نوع. يبقى المشاعر زفت وعضلاتي مشدوده. وايه كمان؟ قلنا المشاعر والافكار. وايه كمان؟ العضلات والمشاعر والافكار. وافكاري ان انا ايه؟ حصل ان شاء الله، حصل ان شاء الله يحصل ايه؟ عضلاتي هتزيد. يبقى احنا بنتكلم عن الاسترخاء، لان كل اضطرابات انفعاليه، فوبيا، انكزايتي، اي كلام بترتبط بشده بالعضلات مشدوده. العضله المشدوده دي بتخلي واحد متحفز، حصل مشكله، انفعل، ازعق، ابتدى الامتحان، واحد بيكلم ما ترفعش صوتك، انا فعلا انا متضايق، انا قرفان، اطلع الدور 15. عنده ايه؟ فوبيا الساحه، فوبيا الاماكن المفتوحه، الاماكن العاليه. الراجل ده بقى عنده قلق جامد جدا جدا، مرتبط بايه؟ بشده عضلاته. الراجل اللي عضلاته مشدوده ده مشدود، انا بتكلم كلام بلدي خالص، مشدود قوي. الاسترخاء معناها ايه؟ معناها الارتخاء الكامل لكل عضلات وتقلصاتها. يعني قصدي بشيل عنصر من عناصر التوتر وانزله تحت شويه. في ناس بيتكلموا حتى نفس الاكتئاب، الناس المكتئبين ظاهرهم ايه؟ الكسل، الخمول، بطء الحركه، التبلد الحسي. يا عم اتكلم بعد 5 ساعات، اتكلم هنفطر امتى؟ يتكلم بعد ساعتين. الحقيقه دي ظاهريا، لكن من جواه
هو متوتر جدا لان بيفكر يعمل حاجه في نفسه مش مظبوطه، او متوتر جدا عشان عياله ما نزلوش الامتحانات، ما عملش اكل لجوزها ومنتظره جوزها جاي، متوتره جدا. يعني حتى الاكتئاب نفسه محتاج استرخاء. نتكلم الاسترخاء يعني ايه بقى؟ قلنا ارخاء كامل الاعضاء، معنى الاسترخاء البلدي ثلاث حاجات عشان نقول الاسترخاء ايه معنى الاسترخي ويجيب نتيجه في الطب. عمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ارخاء كامل العضلات، وفي نفس الوقت جسمي هادي، بس ما يكفيش، كمان تنظيم النفس، انفاس عميقه، انفاس عميقه متساويه، يعني مش معنى ده مش استرخاء، ده استرخاء يعني نفس مريح. ثالث حاجه التخيل. الاسترخاء ثلاث حاجات، برخي عضلاتي لان شد العضلات من اعراض التوتر والاضطرابات الانفعاليه، بنظم نفسي، كل المضطربين انفعاليا اللي عندهم قلق نفسهم مش مظبوط، يا اما عندهم سموزريك سنسيشن مكتوم بيتنفس بسرعه قلبه بيدق، ارخي عضلاتي وانظم نفسي واتخيل. التخيل لازمته ايه؟ اعمل ديستراكشن، وفي نفس الوقت لو كان التخيل ايجابي هعمل ديستراكشن ايجابي. ما انا في النص هقول لكم ايه، هنقعد نتخيل مثلا ايه، نجيب ناشونال جيوغرافيك ونتخيل افلامهم، عشان في ناس ما تقدرش تتخيل، في ناس كتير عندها تخيل، اتخيل زي ما انا عايز، ما يقدرش. هات ناشونال جيوغرافيك مثلا، اتفرج على افلام بتاعت الحيوانات والطيور والحشرات والاسماك، بس نظره ايجابيه، ما جيبش الافتراس والاسد قاعد ماسك الجاموسه وقاعد يعمل فيها يا حرام وقلبي واجعني، ده مش استرخاء. اجيب مثلا اللاوئه بترضع ولادها، الشبل بيعض في ديل الاسد والاسد اللي عامله بديله، حتى التخيلات نفسها تخيلات جميله. ابدا بقى الترتيب اللي انا حاطه، انت سميتوها ايه بالمناسبه دي حبيبه بنتي؟ طارت من شهر في كليه الطب وجابت امتياز، وده احمد في ثالثه في الاكاديميه حب يحضره معانا. فين يا بنتي الورق بتاعك؟ يبقى احنا اتفقنا، قلنا حتى المكتئبين مشدودين. اول ورقه، لماذا الاسترخاء؟ بنسترخي ليه؟ عايز ارجع ورا شويه، وزي ما اتفقنا مش لازم اتكلم كلمه مترتب. لو تفتكروا في الطب حاجه اسمها الهابيتيويشن او الادابتيشن. يعني ايه الهابيتيويشن والادابتيشن؟ واحد لابس شراب الصبح مش طول النهار ليه؟ البس انت لابس الشراب، انت لابس الشراب بعد الشراب يحصل ايه؟ بتعود بنساه. واحده لابسه طرحه حاسه بالطرحه في الوسواس. انا بقول لواحد مثلا اخر غسيل ايديك شويه خمس دقائق، بعد خمس دقائق اول بيقلق جدا لحسن يكون في نجاسه او قذاره او ميكروبات، فبعد شويه لو صبر خمس دقائق بيحصل ايه؟ بيتعود. هو التعود اللي بنستعمله، ونبتدي زي ما قلنا قبل كده ازود بقى تاجيل الطقوس خمس دقائق، اتعودت عليهم بعد اسبوع يبقى 10 دقائق ربع ساعه، بعمل هابيتيويشن او ادابتيشن. الناس ساكنين قدام المطارات زي كده، كانوا قدام الترميات، الترميه اول ترميه بيجي الصبح عندنا في شنكليس 5:30 الصبح، 1:30 بالاخر ميعاد واحد، معناها ايه؟ انا مش مسترخي. لو كنت مسترخي ما اعرفش المواعيد، اتخانقوا خناقه بس دي اقول له نمشي، قال له ما لو ورانا قطر وهي حمراء زي ما الكمساري قال هيكسر قطر المنار، ولو قال له خضراء ومشي هيخوف هو واقف قدام. فقال له جيب العطاشجي، جابوا العطاشجي امين جدا ومحترم، كان راجل حلو جدا ومحترم جدا، بيقول له اشاره لنا ايه؟ قال له صفرة. ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ اصلا السيمافور ايه؟ مش اصفر خالص. فكان في القطر خمس امثله، كل مثال له قصه. انا احكي قصه واحده بس بلاش الخمسه، اول اثنين. في القطر واحد كان بيصالح خطيبته وامها جايه اسكندريه يشتروا الجزم اسكندريه فبيصالحها، فقال له خلاص هات اول عربيه، جابوا الولد والبنت دول كانوا لسه متصالحين. فالسواق بيقول للبنت الاشاره لونها ايه؟ قالت له حمراء. قال له مش قلت لك؟ وراح مديله في كتفه. فقال له طب انت يا استاذ بقى له خطيبها لونها ايه؟ قال له حمراء. طبعا ايه؟ انتوا ملاحظين يا جماعه؟ راحوا متخانقين هما الاثنين وقال لها انا مش هتجوزك وخلاص ما تلزمنيش خالص، بقول لك حمراء خضراء انت كذابه انت عاميه الدنيا باظت. طبعا انت بتاخدين ايه؟ احنا بنتكلم ايه؟ بقول لها معقول بقى؟ كل القصص كده. طبعا القصه بتحكي لك بقى قصه الخمس افراد او خمس مجموعات اللي اتخانقوا الخناقه مش عارفين يعملوا ايه. راح سواق القطر طالع وراح دايس كل الناس نطت القطر ومشت، ما حدش سال. المفروض الناس اللي قالوا دي حمراء ما يركبوش صح؟
لو هم عاقلين، لو هم ايه، هو كان في حد عاقل في القصه كلها؟ حد له سؤال في الكلام التاريخي اللي بيقوله ده؟ بالمناسبه بقى، فهمت الكلام يا جماعه؟ في قصه ثانيه، كان في زمان في حاجه اسمها الملاليم يا جماعه، حد سمعها؟ ملاليم ما بيروحش يعني ايه؟ ما بيروحش يعني ايه؟ جنيه ما بيروحش يعني ايه؟ ما بيتصرفش. فكان في ثلاثه صحاب مشي ولقوا ثلاثه ملاليم. فاثنين حلوين واحد ما بيروحش. فاللي ما بيروحش ده اشترى بيه ثلاثه الزيت. اثنين طاروا، واحده ما عادتش. فاللي ما عادتش ذبحوها. فهم ثلاثه ايه؟ صحاب. اثنين غضبوا، واحد ما كلش. فاللي ما كلش قام يغسل ايده. فمادام يغسل، بس يغسلها ازاي مادام كل اتقال ايه؟ ما حصلش. يبقى احنا اتكلمنا بقى في، خدتوا لكم القصه؟ عايز كلام يغرقني في التخريف عشان يخليني اغرق، لان مرضانا اللي عنده مشكله فكر في الطريقه المجنونه اللي بتكلم بيها دي. انت بتضحك على ايه؟ مش حقيقي اللي بقوله؟ صح كده؟ يا اما اجيب قصه، يا قصص قراني، يا اي حاجه. عرفنا التخيل نغرق فيه ازاي؟ الهدف في كله يا جماعه نغرق. والخير عضلات قلنا، انا هبتدي بقى الاسترخاء البسيط. وعلى فكره لو ما كملتش المحاضره انا هوراكم، وراكم يعني ما تلاقوش. طريقه الكلام حلوه يا جماعه؟ استرخاء بسيط. انا هختار مكان، انا هعتبر ان المكان ده هو مكان اللي استرخي فيه. عشان استرخي برضو عايز اعمل حاجه مقدمه، اعمل ديستراكشن او الهاء، بلهي نفسي عن اللي في دماغي. فهقسم عضلات جسمي كلها لاجزاء صغيرة 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 جدا 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 جدا. ما تستغربوش اللي هعمله ده. انا عايز في مكان مريح جدا كده، عايز اقسم جسمي كله لاجزاء صغيرة. انا عايز افكر في صابع رجلي، عايز ارخيها. بصوا كده، مش مرخيها ولا كده، مرخيها ولا كده، كل دي مشدودة جدا. جبتها قدام كده، انا شايف كده مظبوط، بس لو دخلت رجليها كده شويه كده كويس. انا رخيت صوابع رجليا، كف رجلي اللي تحت عايزه يلمس الارض عشان استرخي، لان انا هرفع فوق يبقى انا شايله، شايل عضلات، لا انا عايزه يقع. رحت جاي كده موقعه في الارض، وبعدين طب السمانه كده مرخيه، اه كده كويس اظن. ركبي، طب اعمل كده عشان ركبي ترتاح شويه. اما عملت ركبي قدام، رجعت يعني طلعت صوابع قدام عشان اريح ركبي، عملت ايه؟ لخبطت الاسترخاء بتاع ايه؟ بتاع صوابع. تعال نبدا صوابع من جديد. طب نرخيها كمان ورجليها كمان، واغرق بدماغي كده. طب في حاجات اعملها في عينيا بوقي، بس اقولها في الاخر، لان انا همسك حتى حته. لو دول بخرف اللي مش عاجبه يتوكل عليا روح. عملت السمانه ورجليا، ورجليا لمسه الارض كده طبيعي جدا. بس اكتشفت لما عملت كده بعدت ايه عن الكرسي، ارجع ورا تاني بقى. اما ارجع ورا هعمل ايه؟ لخبطنا الدنيا. كنت حاطط كيلو ونص، كيلو ربع كيلو، البيعه باظت. طب بس المنظر ده ورجليا، مش قادر استحمل كده. انا اريح لي فعلا ان اعمل كده. كده فعلا ابتدي استرخي. وبسرعه جدا عملت صوابعي لان اخدت خبره، وكف رجليا لمس الارض، كعبي مرتاح جدا، ركبتي مبسوطه، الفخذ كويس جدا جدا. بس لو جيت كده شويه، انا طبعا انا بعمل ايه؟ عينيا ومخي بعمل سكاننج. ببص لكم، انا عينيا مفتوحه ومش شايفكم. شايف مين؟ شايف صابعي. وبعدين جيت كده شويه، طب ايه رايك لو عملت كده؟ يا سلام، طب كده اجمل بقى. عملت ايه؟ ما عملت اما قمت الامه دي عملت ايه؟ بوظت الدنيا كلها. ابتدي من جديد بقى. انا بعمل ايه؟ بعمل ديستراكشن علشان ارخي كويس وما افكرش في المصيبه اللي مستناني واداني واقفين مره. طب دراع كده مرتاح جدا جدا، بس تعرف المنظر ده احلى. وكده وكده رقبتي حاسه انها متشاله. انا لو مسترخي المفروض رقبتي تحصل لها ايه؟ طوع. هو ده الاسترخاء. استرخاء بصراحه، شفتوا مثلا على رايس؟ واحد في اللي شغالين نسي الخيط، نوقع ازاي؟ عمل كده. هو ده استرخاء حقيقي. لو مش فاهم كده انت مش فاهم حاجه خالص. انا لخبطت الدنيا، ابتدي مجي. على فكره انا حاسس كده رقبتي هتقع، ما تزعلوش مني بقى. هو ده الحل. لان انا عايز اعمل ايه بقى؟ هعمل الفيلم ده كله واحط كتافي ودماغي. لا لسه. يا سلام، خدت تجربه احسن قاعده. ايه هي دي؟
يا سلام على الجمال. بس في حل تاني خايف اعمله قدامكم تزعلوا مني. انا شخصيا بحب اعمل كده. اخر حلاوه كده اذا كان عجبكم. المعنى اللي عايز اقوله افضل اجري ورا عضلاتي، انام في الارض، انام في الهواء، كنبه، البتاع ده ناشف، ايا كان. لو انا مسترخي بقى فكي شكله ايه؟ واقع. الله ينور، جميل. هو ده فكي واقع تحت عشان ايه؟ انا شايله، يبقى منظر وحش قوي. لساني فين؟ فين؟ وفين؟ مقاع فين؟ واقع تحت. يبقى انا بقى برضه بعمل ايه؟ بفكر في لساني عشان اعمل ديستراكشن، مش بهبل. لساني نزلته تحت، عينيا شكلها ايه؟ مغمضة عشان الجفن يقع. بس دي وقع. اعمل الفيلم اكمله ولا كفايه كده؟ اجيب بقى حاجه تانية، حاجه الناحيه التانيه واسند عليها عشان خاطر اذا زعلان هرمي الزاجب بتاعي ده واجيب بقى كل ده اذا كان عجبكم بسرعه جدا بقى عشان الخبره. عملت كده وظبطت كده. يا سلام، انا فعلا استرخيت. نمره اتنين اعمل ايه بقى؟ اتنفس بقى. اما عملت كده نفسي مكتوم. يلا عشان خاطركم ونخلص خلاص. مش قادر. لا احلى واحلى. نفس كل واحد على مزاجه على وضعه. نفس مش هو ده ولا هو ده. لما بنفس كتير كده يحصل اسمه ايه؟ الكلوزز. اسمه ايه؟ الريسبيرتور كلوز، مش كده؟ هتخنق. يبقى انا قعدت العب لعبه جديده جدا. طبعا شفتوا الهبل اللي انا عملته ده. انا وصلت بقى ايه لحته اسمها ايه دلوقتي؟ التجربه الاسترخائيه. هسجلها في دماغي واما اجي اعملها في المواقف المقلقه او المفزعه اعملها في الحال بقى. يبقى انا بعد كده بقى الكرسي ده هنا وده هنا وده هنا هلم بكل البضاعه واعمل تجربه فوريه. متوتر الان، زعلان، حابل حد، حد بيخبط عندي انترفيو، الكلام ده كله اعمله في لحظه واروح داخل على طول على الاسترخاء اخلصه اضمن انظم نفسي. وانا بقى شايفكم ومش شايفكم. ليه مش شايفكم؟ ليه بعد كده حاجه ثالثه اللي اسمها ايه بقى؟ التخيل بقى. ابتدي بقى اجيب التخيل ولو انا مسترخي اسيبه كده وما البسش الحذاء بتاعي كمان. مسترخي طبعا، ما تهمنيش ولا حد يهمني خالص، خلي كل حاجه بتنقل على عينيا كده. بس الارض ساقعه فاضطر البس عشان استرخي. خدت واد مارك المنظر ده؟ المسترخي يعني ايه؟ مش فارق معايا حاجه خالص ولا حد. ايه الهمج اللي جانا ده؟ صح كده يا جماعه؟ ده باختصار قوي بس برضو حاول تعقل الموضوع. لو حتى مش فاهم ارجعها لي. انا عشان مجرب فبخش في التجربه بسرعه شويه. بس فعلا انتوا ناس دارسين اناتومي، حاول تاخد مجموعات في عضلاتك وتحاول تغرق نفسك في التفاصيل. اما بطلت كل الكلام ده وقعدت هنا بقى استرخاء، الاسترخاء الحقيقي، التخيل الحقيقي بيجي لي امتى بقى؟ بعد ما نظمت نفسي. اختار لي حاجه بتخيلها، حاجه جميله، حفيد من احفادي يحب اشوف منظر هو ماشي كده وبيقع على الارض ولسه بيتعلم. المنظر دي تعتقد ان جابني جدا. وكل واحد بقى له العالم بتاعه. اظن باختصار وصلت اولا الاسترخاء البسيط اللي كلنا المفروض نعمله. انت فنن فيه بقى. الطريقه، الاسترخاء، النفس، التخيل، مهم جدا الثلاث حاجات دول يجتمعوا يعمل استرخاء. امتى اعمل استرخاء بقى؟ الطبيعي الصبح 10 دقائق، بالليل 10 دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة. لو انا حد داخل الغرفة فتحت عينيا استرخاء باظ. ادي ضابط بعملها انا بقى. انا عايز اعمل حاجة تبقى كمبيوترايزد. انا عايز اقعد 10 دقائق. حد دخل لي انا مرة اونية مثلا رحت قايم بصيت لقيت 8 دقائق. المرة اللي جاية عقابا ليا مش هكمل. المرة الجاية هحاول اطول شوية. طلعوا 11 دقيقة. طلعوا 12 ونص، 7 دقايق. الشاطر فيكم اللي هيظبطها 10 دقايق او ربع ساعة زي ما هو عايز يبقى فعلا عمل
خلى القصه كومبيوترايزد وانت هتبقى فعلا مركز كويس جدا جدا جدا، هتعمل الكلام ده كله بسرعه. لكن المره طلع لك 15 المره طلع لك 7 يبقى انت مش مركز خالص او مركز حاجه بره. احنا بنلعب كده، دي ابسط انواع الاسترخاء هنعملها في كل الاضطرابات الانفعاليه واحده او مجتمعه ايا كانت، وده اجمل ما فيها الاسترخاء. احنا هنا الاسترخاء الفوري او التجربه الاسترخائيه اللي هي نهايه الاسترخاء البسيط. في بيسموه الاسترخاء المترقي او المتقدم، ايه هدف منه؟ في ناس ما تعرفش تعمل استرخاء، ما يعرفش معنى الاسترخاء. هعمل نفس الفيلم اللي عملته ده كله، ولكن حبه الاول اعمل اقلص العضله كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن، وافضل وانتوا اتنين زملاء بقى. تعالى كده، اسم الدكتور ايه؟ محمد. اسمك اسم يعني انت سامي يعني؟ طيب امسك ايديا كده، دي مرخيه مش مرخيه؟ مرخيه مرخيه. طب شيل ايديك، شد امسكها كده. مش مرخيه؟ مش مرخيه. لا مش مرخيه. طب طب خليك ماسكها برضه وكده. لا مرخيه. طب وكده؟ لا مشدود. الله كم، هو ده اللي عايز نعمله بقى. اتفضل. ان في ناس مش عارفين عايز استرخاء، ومهما تحكي له مش فايده خالص. انا مخي ما فهمش في الحته دي، انا مخي انا بلاش حد تاني، انا مخي في الحته دي ما فهمش. يبقى لازم اجرب لي، امسك صابع رجليا واجربها، السمانه، ركبتي، الفخذ، رقبتي، ولازم حد اتنين قدام قد بعض يمسك لي كده كده مسترخيه ومش مسترخيه. اما ما فيش حد خالص بقى وانا يتيم وعايش في المريخ، يبقى مع نفسي بامر الله. ما ساعات مو حد ساكن في المريخ هنعمل له، يحط ايده على نفسه يجرب التقلص استرخاء. تقلص يفضل يعملها كلها، اللي هو متقدم شويه. المتقدم ايه؟ اللي مش عارف او مش حاسس يعني استرخاء. يعني سهل جدا، سهل جدا جدا، نفس العمليات بس بقلص واسترخي كونتراكشن ريلاكسيشن، وافضل اشد واروح واجي. انتوا حتى تلاحظوا كتير جدا جدا ناس بتتكلم ودي محاضره انا مسترخي مش مسترخي. لا يا جماعه دلوقتي انا في المنظر ده مسترخي؟ ايه رايك كده؟ ساعات منظرنا مسترخيين، انا قاعد عامل كده وكله ماشي كويس جدا وكله تمام، انا مش مسترخي خالص. بص المنظر ده فرق كتير قوي قوي. احنا بنظن كتير جدا مسترخيين، انا مش مسترخي عشان كده مرض يقول لك عملت الاسترخاء 50 مره ما جابش نتيجه. هو مش فاهم او ما حسش، يبقى ده المتقدم بخسر جدا طبعا. العميق ده قصه تانية. المره الجايه هنتكلم بقى في العالم في حاجات مشهوره جدا، مثلا الدكتور عبد الستار عامل برنامج جميل ما ترجمه اسمه استرخاء الكسندر، لو قعدت قريته هو اللي بيقول ده. محمد الحجار محاضر في جامعه دمشق عامل حاجه واحده اسمها لوث، عامل استرخاء فظيع جدا 5-6-7 صفحات، لدرجه تقول لك ايه سجلوا عشان احنا لما نسترخي نعمل عينها بشكل ايه، هي المفروض تقراها بس انا مسترخي عينها بشكل ايه مقفوله، فعاملها على تسجيل. اول انا عملته ده كله سجله للمريضه، او احلى احسن حاجه المريض يسجله لنفسه بصوته هو. دلوقتي بقى يعمل كده ويبطئ شويه لدرجه عايزه يزهق من نفسه. دلوقتي بقى واحد الله، طب استنى شويه خلص يا اخويا خلصنا. لا قال لك خلصنا يا اخويا يبقى على بيتكم بقى ما تجيش هنا، ده احنا جينا عشان نعمل ايه؟ عشان نبطل، عشان نضيع وقتنا، عشان يقول لك ايه انت جاي تودينا في داهيه. لا احنا قلنا اللي مستعجل يعمل ايه؟ لا اللي مستعجل قوي عنده مشكله. التجربه الاسترخائيه الاسترخاء الفوري احنا عندنا لكل حساب. قال لك عايز فول بس بجنيه، احسن تشوف بجنيه تعمل له ايه؟ تعمل له انت ايه؟ انت ايه؟ ايه؟ لا هديله 20 رغيف بجنيه حاف ويكتب له عليه فول. حقيقي يعني خلي عندك في الطب النفسي والاضطرابات الانفعاليه لازم عندك حل لكل حاجه. لو ما عندكش حل لكل حاجه مفيش حاجه اسمها انت قاعد في عياده، قاعد في حته بتعمل، انت داخل لك ناس الشافي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنعمل اللي بنعالج بس، وربك يكرم بقى اللي مركز معانا قوي بيسترخي معانا قوي، كان محتاج دواء خده وبعدين سابه بعد كده، ما عنديش مانع. بس بلاش نعاند، لان العند ضد ايه؟ ضد الاسترخاء. والاسترخاء مهمه جدا في زحمه الحياه والناس. الدنيا زحمه جدا، زحمه الحياه بيحصل يا جماعه في زحمه الحياه والناس. بيزداد الطبل في الطعام، والعرف الكلام، والاغاني في الافلام، يبقى كلنا كله باظ. صح يا جدع؟ في ورق لسه؟ في وقت لسه؟ الطريقه اللي في الخايبه دي تنفع؟ بتكلم جد؟ انا مصور في مخك في حاجه. قلنا الكلام ده.
لا انا عايز بس حاجه سؤالين عايز اسالهم للزملاء دول والسؤالين انتوا عارفينهم دايما. هو اخو علي بابا اما دخل المغاره كان بياخد المجوهرات اما حس العصابه قربت تيجي عايز يخرج فقعد يقول افتح دوره افتح شعير افتح افتح كذا لغايه ما عايز يعمل عصابه جه قال ايه افتح يا ايه يا سم فتح المغاره. هو ليه ما افتكرش اسم افتح سمسم اللي وقع ايه ما كانش عامل ايه لو عامل استرخاء بقى كان فاع. انا بتكلم جد يا جماعه تصور علي بابا من 7000 سنه لو كان عامل استرخاء يبقى الاستراحه بجد له فايده مش فايده بصرف النظر بقى كان حرام ما كانش حرامي مش ده موضوعنا اللي مش ده الموضوع اللي بنتكلم عليه. والموضوع الثاني العيال الصغيرين وحتى احنا في الامتحانات يكتب ويشطب يكتب ويشطب يطلع بره اللجنه يفتكر كل الكلام ليه ايه حصل بره افتكر ليه بره استرخى فعلا يعني قصه مهمه جدا جدا حتى الاسترخاء دي المعنى العيل بيبقى المره الجايه يقوله دماغنا بيحصل فيها في الاسترخاء. انا بتكلم كلام بلدي مش احنا قلنا زمان التفكر الاو سي دي في عندنا الاوربيتال فرونتال كورتكس طار تقول انت بتخرف لا بس عشان نفهم بتصدر اوامر لو كتبت في النت اوربيتال فرونتال كورتكس ريسبونسبل فور ديسيجن ميكنج بتاخد قرارات القرارات تروح على الكودات تتنفذ اتوضى اعمل اغسل على البوتامين احس باللي عملته لو انا عملت جات لي قرار من هنا راح البوتامين اتنفذ ما حسيتش بيه هعمل ايه هفضل اكرر هفضل اكرر 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 وطول ما هو الانكزايتي بتزيد اكتر كل ما بيكرر اكتر. مهم جدا جدا المريض بتاع الاو سي دي قبل ما يعمل الاكسبوجر يروح عامل ايه ريلاكسيشن قبل ما يقطع الدور الفلاني قبل ما يخش الاسانسير قبل ما يعمل اللي هي التجربه الاسترخائيه او الاسترخاء الفوري. لو احنا جربنا نفسنا يفرق كتير جدا 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 جدا. انا عندي عيل كسر لي حاجه عمل لي حاجه حفيد نيل الدنيا راح موقع حاجه من على البوتاجاز عور نفسه حاجات كده جدا لا حول ولا قوه الا بالله بس في سري اهدى على طول اهدى على طول. فداك يا سيتي هضربه علقه بعلبه برطمان مربى انا بعمل حاجه انت مكسرت العربيه الاسبوع اللي فات عملت ايه خبطت العربيه عملت لك ايه فعلا كسر اشاره واحد كسره شالت الاكسدام فعلا. وفي نفس الوقت يحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى بقى يعمل له ايه تعمل له ايه الحمد لله اكتفيت 100 جنيه بس يعني حاجه بسيطه فعلا. انا خدت نفس عميق كده وقلت اللهم اجرني في مصيبتي خلي في غنى منها. اقصد برضو في حاجات جميله نحطها في ادعيه جميله جدا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها لفظ من الالفاظ لا حول ولا قوه الا بالله كله حسب مزاجه طبعا لكن مفيش كلام الا بذكر الله تتمنى القلوب. عندك حاجه تانية؟ اللي ناقص يعني اتمنى اكون قلت كلام يعني مقبول ومش وحش. الاساس علم الاسترخاء ما لناش كلامناش عليه اللي هو كلام ايه يبدل في العالم كله لازم نقوله عشان نكون ايه نكون امنا في الموضوع. لكن دي تجربه شخصيه انا بعملها ما لناش دعوه بالكلام ده خالص. في استرخاءات مشهوره نقعد نحكيها. فيك حاجه اسمها قوه الحاء اوحي لنفسي وانا بسترخي اختار الالفاظ زي ما قلنا في الاول اما اجي تخيلات مش جبت تخيلات مثلا اسد بياكل غزاله ولا واحد في 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 البحر كان بيغرق اقعد اتصور ابوكوا جدكوا زميلكوا المكان ده عزيز عليا جدا جدا. اي سؤال اي حاجه يا اما سيبني اهرب وامشي. دكتور محمد مستاذن من عيادته لا 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 انا معزوم لا مفيش مانع ثلاث دقايق يعني حد عنده سؤال يا جماعه في احنا لان الكلام ما كملش لسه هنقول المره الجايه باذن الله. لكن حد لا لو حد عايز اي حاجه في الموضوع بره الموضوع مش انا قلنا هنتكلم باي طريقه ونجيب اي كلام بدون ترتيب. هل حد عايز يسال اي سؤال في اي حاجه في اي موضوع؟ هو البيشنت اللي بيحب يسال السؤال قبل ما يعمل الاكشن لو انت قلت له اوكي بيروح يعمله عادي من غير مقاومه يعني نفس الحاجات اللي هو بيعملها اللي هو بيخاف يعملها لو انت قلت له اعملها مش هتزعجك في حاجه بيعملها من غير لو قلت له اعملها مش هتزعجك فيعملها يعني هو مثلا مش عايز يسلم على اخواته ايوه فتيجي تقولي لو انت قلتي لي اسلم عليهم هسلم عليهم مش مشكله لا انا مش هقول له كده ابدا اه بالظبط كده مش هقول له كده انا بعمل لها هي عايزه تسلم قراراتها ليا يعني تسلم قراراتها لا 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 طبعا بره الموضوع خالص لكن برضو انا مش هعمل كده خالص هي اوفسيد مش عايزه تسلم عليهم علشان هي بتقرف انها تسلم عليهم او كده
لا في فرق بقى. تتكلمي بتقرب عشان تسلم عليهم هتحس بيه بالقذارة او النجاسة او الميكروبات مثلا. فانا بقول لها لو انا قلت لها ان مفيش مشكلة تسلم عليهم عندها استعداد تروح تسلم عليهم. انا بس يهمني ان انا احط لها خطة وما تكونش قدامي. تروح تسلم عليهم مرة خمس دقايق ولو عايز تغسل ايديك اغسلها خمس دقايق. في واحد يقول لك مش هغسل ايدي خالص وفي ناس يقول لك خلاص لازم اغسل ايدي خمس دقايق. هيستحمل الايه الانكزايتي لمده خمس دقايق وقبل ما يعمل الكلام ده يسترقي احتمال يطول. واحد يقول طب المره الاسبوع الجاي سلم على الناس كلها وتغسل ايديك بعد قد ايه؟ 10 دقايق. هيستحمل لانه استحمل خمسه الاول وبعدين يستحمل خمسه خمسه النهارده كمان مش هيبقوا 10 والمره اللي بعدها لازم تضعفي 20 دقيقه اي كلام بس بعد كده 40 دقيقه 80 دقيقه ونخش ما فيش ما بسمعش الكلام. نعمل حاجه اسمها مساعد. مساعد يعني ايه؟ اجيب واحد مش ساعده على الوسواس يساعده يرغمه. هو جالنا في ناس يقول لك انت كده بتعرفني وبتداني هو انت جاي العيادة عشان تقول لي اعمل لك في دماغك. لا انت جاي العيادة ما تعملش هعمل لك انا عندي. يلمس المفاتيح كلها اللوكر كلها وتعالى اعالج بقى انا هخليها تمسكك صرخ عيط زي ما انت عايز. مش عايز يعيط وصرخ يعمل ايه بقى؟ ما يجيناش اصلا يا اخوانا ما يجيناش اصلا بقى. في ناس كتير بيجي لنا كده ابويا اللي جابني امي اللي جابتني مش اسمع الكلام انا بعمل نفسي مش سامع. اللي جالك عيادتك او جالنا المستشفى بتاعتنا اللي ناويين نسترخي ونعملك. في ناس يقول لك انا مش هعمل. طب بتاعي اعمل لك ايه؟ مش هعمل مش هعمل. لازم يكون في نظام ان انا الهابيتيشن الاولاني بعمل اعراض نفسي للقلق درجه مقبوله وقلنا كل واحد فينا له قدرات على القبول خمس دقائق 10 دقائق ساعه ساعتين. انا هعمل اكسبوجر من اول يوم. انا محمد شريف ما بتعرفش اعملها ازاي. انا حياتي كلها كده من اول يوم. واحد تاني خمسة عشرة طب خليها ساعة ساعتين المهم الجدول اللي انا عامله يخلصه. انا جيت ما عملتش حاجة طب اعمل ما جيت طب تعالى اقعد عندنا بقى. انا بجيب مرضى عندي اقعد عندي في العادة فعلا المس كل المفاتيح كل الاكر تغسلش ايديك خمس دقايق اغسل طب روح روح تعالى بكرة بجيب فلوس يعني بجيب بنت شغالة معايا ما تخفلوش انا مش بنصح عليهم يعني 10 دقايق اقعد معانا. المدة اللي بتاعت الانكزايتي هقعده عندي في العيادة بس لازم اعمل حاجة ما يقعدش بطلان كده قاعد على الكرسي مستني كده عشان يغسل ايديه. لا اذن الاذان ومتوضى وصلي هياكل معانا وتعم طبعا حط ايديك في الاكل وكل. لا مش هقدر اكل ما اديش تاني. لازم وانا بديله فرصه ان هو يستنى يعمل الطقوس بتاعته لازم يعمل كل المهام الحياتيه ولا ما عادش حاجه. هو هدف انا ايه؟ اديله 5 10 15 مش هدفي ده خالص. ده اما اقول له 5 10 15 20 40 اذن العصر وهو عايز يعيد الظهر. لو اذن العصر وصلى العصر هيعمل ايه؟ هينسى الظهر اللي هيكرره بس ده السر ما بقولوش عليه. انا عايز ياكل معايا وبعد كده اما لمس الاكر كلها لازم يغسل ايديه عشان يعمل اي حاجه. ده انا هاكله كمان معايا اما لمس ومش بقول له ده هدفي. انا بقى وانا بشتغل معاه هو عمل كل المطلوب منه. يجي بعد كده يقول لي كده طب اغسل ايديه بقى او عيد صلاه العصر اللي ما صلاش صلاه المغرب. هيكتشف ان هو ايه التفاهه اللي انا فيها دي. دول خموني وخلوني اصلي العصر والمغرب من غير ما اعيد الظهر. طب يا حلو اللي بيقول لي اضربني يا حلو اللي الشغلات دي تعجبني. ما فاهمين حاجه؟ انا نفسي مش فاهم بقول ايه. المعنى مفهوم. في معنى مخفي ورا الاكسبوجر. المعنى المخفي ان احنا بنتحسن دون ارادتنا. المعنى ده يا جماعه لازم نستحضره. انا بعمل خطه. هل الخطه الجامده دي بتمشي؟ لا. ده انا مريضي دايما اللي موتيفيتد ده بالنسبه انا باخره بس لازم يؤدي المهام الحياتيه كلها والا انا فاشل. قاعد عامل لي ايديه كده ما حدش يلمسني ما تجيش جنبي الا مغسل ايديا. ما ينفعش الكلام ده خالص. اظن الكلام مفهوم. واللي السؤال والاجابه اللي مش مفهومه حد يقول لي وزي ما اتفقنا برضو احنا بره الموضوع. لكن انا بحب جدا 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 كده. ايه تاني؟ زعلانه ليه كده؟ حد عايز يقول لي حاجه؟ معلش لو حد بيجي له هو لما بيجيلها زي ازمه حتى لو اتحسنت بتدخل في بالك فالازمه ترجع تاني بحاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده. ما برضه ما بيخدش في البانيك. والمناسبه عملنا محاضره على البانيك بالبلدي اخر جمال. ما اعرفش ايه اللي بيحصل لنا ده. تقعد البانيك مش جزء منه في ديستراكشن في الهاء نفس الكلام اللي بنعمله. نفسها يقفل وبعدين
وقف المية قصدك يعني وقف البحر في المية جميل الدكتورة قولي رد انت عليه دي بنتي جالها بانك في المية في السرب ايوة هعمل ايه بعد كده انا بقى طلعوها وفضلت بقى طب انا هعمل لها ايه جوه انا معلمها للاكسجين بره بس وهي التجربه الاسترخائيه اولا تتعلمها ما تعلمتهاش ومش قادره عليها بتعملها بره طب طب نعمل احنا حد يقول له عليا على فكره يا جماعه الطب نفسي كله غير غير السايكوزس يعني على فكره وجع واحده انكزايتي او سي دي كل اكسبوجر يا جماعه وهي فكره هذا كلها انا في ورق عندي في العياده للفوبيا انا عامل العلاج 20 صفحه الكل على الفوبيا هو نفس الكلام اقطع دور 15 هنا واتفرج على نمله واحده احط 15 نمله انا بخاف من النمله اتعرض النهارده النمله نملتين 3 4 5 مش اكسبوجر ده الاماكن العاليه الدور الاول الثاني 15 همشي في الشارع في الاماكن المفتوحه همشي متر 2 3 4 5 على بيتنا هو نفس الكلام انت بنتك بقى عايزه ايه تبتديها من جديد علميها من جديد بقى انسي البحر بقى بتنزل بس في السبق لازم جالها مرتين جالها في السبق وتبقى تسبق ايه طب خليها بقى ان شاء الله هننزلها في البحر انا معاكي انا قصدي عايزين دي نبتدي معاها من جديد خالص كمريض الانكزايتي يبتدي معاها خالص لان الحاجات الاسترخائيه دي عايزه عزيمه جامده جدا مع احتمال شديد قوي 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 التجربه الاسترخائيه بس مع التكرار المريض بيجي له حاجه وكانها نضج في حاجه يا جماعه كده انا بسميها الخبره المرضيه مريض نفترض مثلا مريض بقى لو اخذ سي بي تي ولا حاجه من دي خالص مريض بيجي لي عنده انكزايتي ديبريشن بدي له مثلا سيتالوبرام 3 4 5 شهور ساب الدواء بعد سنه عملت انت ايه ما انا كل ما اجي لك اخد الدواء وتبطله لي وانا كل مره بتاعتنا انا شفت كله اتعمل مزاجي زفت شويه الحقيقه هو اتحسن هو بينكر يتحسن وده مرضانا كلهم يشتكي منك انت سبب في كل حاجه وديتني في داهيه ضيعتني كل الكلام ده زي البنت يبقى كان في النساء واحد عم اعرفش ايه عايزين تعويض ما اعرفش ايه شدها من دراعها زبب عمل له فورسبس كان هيموت انت اللي ضيعتني بيشتكوني ليل نهار وكل ما يجي لك مرضى كتير هتلاقي النيابه انا كل يوم بصراحه في النيابه مع خدمه الجنيات كل شويه والله بتكلم جد واتخانق على كل يوم انت ده ده الحل فاقصد خبره المرض عند المرضى هو ده التحسن تصور بقى لو احنا اذا كان المريض بياخد دواء بس وكل مره بيسيبه وياخد خبره المرض ايه اللي عمله اللي احنا بنعمله بقى بس بالترتيب السي بي تي الكلام الجميل ده مع الدواء مع يعني عايز اقول الخبره المرضيه هي عباره عن المريض خد خبره بس مع الوقت الطويل لو انا خلال الست شهور ظبطت له كل الكلام مش هيجينا تاني ما ده اللي قلنا بقى قلت لها ايه ايوه لا غير الاكسجين صح عايزين نبتدي مريض الانكزايتي بنعمل معاه ايه من جديد بقى خالص هنبتدي صفر من الصفر خالص يبقى احنا بما اني بقى بسقط في النص معناها الطريقه اللي بعملها مش كامله ما ينفعش تيجي تقول